شو احوالك؟ لاباس؟ لاباس. منين جيتنا خويا؟ جيت من مدينة سكيكدا. سكيكدا، مرحبا بك. لاباس خويا، قصد ربي ان شاء الله. قصد تونس، واول خطره نروح لتونس انا صراحه، اول مره نروح لتونس. اول مره؟ اول مره. اول مره نروح لتونس. حاجه مليحه الحمد لله، كيف الحدود بين تونس والجزائر، احنا خبر نروح ونجي ونزوروا بعضنا ونعرفوا الدنيا، حاجه مليحه. يا خويا مرحبا عليكم وربي يعاونك. مرحبا بك، ونقول لك بون سيجور. ها امتي كادو، فما الكارت معناها هنا كما هكا باش تتبع على لا رو، تعرف الكارت روتيير، فهمتي فيه؟ عندك كاسكيت او هنا عندك كل شيء. يا سيدي مرحبا بك. هنا جينا للمعبر الحدودي في ملوله باش نشوفوا الظروف الكل والهياكل الكل من الداخل هنا في المعبر، امنت معناها ظروف الاستقبال وحتى تسيير معناها الاجراءات لدخول معناها المسافرين كل. نحب ناكد حاجه، اللي كل شيء جاهز، واللي ان شاء الله معناها الشقاء الجزائريين باش يقضيوا معناها في بلادهم تونس، معناها باش يقضيوا ان شاء الله اقامه طيبه وعطله طيبه، ومرحبا بيهم. وان شاء الله معناها كذلك كيف نفس الشيء للتوانسه اللي باش يتوجهوا للجزائر، نفس الشيء وان شاء الله اجراءات تكون ميسره للتوانسه للتنقل بتاعهم للجزائر.